صوم يونان أو أهل نينوى، قصة ورانا فيها ربنا بيعمل إيه لما بنزعله ونبعد عنه. بيعمل كل حاجة عشان يرجعنا. شعب مزعله صعد شره لغاية عنده، مش يسيبه لا. ونبي عنيد عنده ذات عالية، أسيبه لا، أصلح عيوبه. روح يا يونان لا أنا هارب. طيب هعمل لك ريح تقلب البحر وقرعة تطلع عليك وحوت يبلعك وينزلك مطرح ما أنا عاوز لخيرك بعد ما تبت وصليت. يا إنسان مش هتقدر تعمل حاجة مش بإرادتي لخيرك، وده أول درس. وينادي يونان والشعب يصوم وربنا ما يصدق ويسامح الشعب، وده الدرس التاني. نفسه يسامحنا بس نقرر ونتوب ونصوم ونصلي، هو بيفرح. أما يونان فذاته تعبته، ما أنا قلت إنك هتسامح وزعل، فربنا عمل له اليقطينة وفرح بيها لما ماتت زعل وقال له يعني انت زعلت على يقطينة بنت يوم وليلة، مش عاوزني انا ازعل على شعب كامل مش عارف شماله من يمينه. ياريت نقرا الاصحاحات الاربعة في دقايق، في 10 دقايق، ونشوف الدروس بتاعتنا احنا ايه النهاردة ونعملها.